هلا بدي حد معاه آلة حاسبة عشان يتابع معنا. نذكر حالنا المرة الماضية النتورك اللي بنيناه كان عندنا هون اكس 1 استخدام طبعا تو نيورونز وان هيدن لاير في تو نيورونز ورقمتهم نفس الترقيم، فهذا رقمته 1 هذا رقمته 2 مظبوط وهذا رقمته 3 وهذا لا انا نيورون سميتهم اتش 1 واتش 2 بس قصدي استخدمت انت W1314 نفس الاشي مظبوط يعني قصدي لو انا حطيت 1 2 3 4 5 نفس الاشي بنقدر نعرف شو اللي بنحكي عنه. طيب اذا هون تذكروا طبعا انه كل واحدة من هذول فيها سيجمويد فانكشن، كل هذول سيجمويد فانكشنز وطيب داخلهم الثريشولدز اللي هي سميناها ثيتا 4 انت سميتها تي اتش مش هيك تي اتش 4 تي اتش 3 وهي داخلها ناقص 1 هاي داخل منها ناقص 1 وهاي ثيتا 5 وداخل لهم ناقص 1 وهون 5 وانا هون بطلع واي. ايش ناقص لنا؟ وهاي صارت W13 وهاي W14 هاي W23 وهاي W24 هاي W45 هاي W35. هلا احنا لو بدنا نضلنا ماشيين على الطريقه اليدويه اللي بدينا فيها ما رح نخلص مزبوط؟ شفتوا قديش اخذتنا وقت، فاحنا بس السبب لازم انه نشتغل على الطريقه اليدويه في البدايه حتى نفهم شو اللي بنعمله ونعرف نبرمج. يعني لما تيجي تبرمج وانت عامل الطريقه اليدويه مختلف تماما لما تيجي تبرمج وانت مش عاملها، ما رح تفهم شيء، يعني ما رح تكون فاهم. هلا احنا هيك فاهمين شو اللي صار، وحتى لما تصير هلا انت رح تلاقوا من الاشياء رح تلاقوها بنيورال نتوركس في حوالي اكثر من 10 اكتيفيشن فانكشنز، رح تلاقي في يمكن 100 طريقه تعلم. احنا الوحيده اللي حكينا عنها شو هي باك بروبيجيشن، في الهبيان وفي الهوب فيلد وفي كومبيتيتيف، في اعداد هائله من ال في اركيتكتشرز مختلفه. كان ممكن احنا نعمل 3 نيورونز هون مزبوط، انا كنت كان ممكن اجي احط 1 2 واحط نيورون ثالث هون، كان احط 10 ممكن احط 2 هيدن لايرز. كله هذا بصير حتى ترايل اند ايرور ومنه بصير زي خبره ايش نبني بهذا النتورك، ايش نحطه وكيف لنا الثريشولدز. راح حطينا ثريشولد في كل وحده من هذول، راح تشوفوا هلا راح احكي لكم عن 6 اكتيفيشن فانكشنز، ففي اوبشنز هائله عندنا هون. بعدين مثلا عندنا الليرنينج ريت، حكينا عن الليرنينج ريت، حكينا عن الايرور مزبوط وانواع الايرور، ايش انواع الايرور اللي ممكن نستخدمها، مين سكوير اوف ذا ايرورز وسم اوف ذا سكوير اوف ذا ايرورز، ونورس هون مستخدم الابسولوت فاليو اوف ذا سم مش هيك، مش اخذ يعني هو استخدم اي اس E absolute of the sum of the errors مش هيك؟ مش سكوير، ما اخذت سكوير. إذا absolute of the sum of the errors. ممكن نستخدم mean of the square of the errors. ممكن نستخدم sum of the square of the errors. اوكي؟ في طرق كثيرة ممكن نستخدمها من هون. طبعا لازم نعمل absolute أو نربع. absolute أو أربع ليش؟ لأنه البوزيتيف ايرور والنيجيتيف ايرور سيئين الاثنين، ما بصيرش البوزيتيف ايرور يلغي النيجيتيف ايرور. لكن احنا بنربع كمان احيانا عشان الايرورز الكبيره اثرها يصير اكبر. يعني انا بفضل يكون عندي كلهم فيهم ايرور صغير من انه كلهم يكون فيهم ايرور صغير صغير جدا وواحد فيه له ايرور كبير. هذا التباين ما بدنا اياه، فحتى اخفف من هذا التباين هون بتعطيني اياه هاي السكوير اللي هو نفسه السكوير اللي بتشوفوه بالستاندرد ديفيشن والفيرينس. متذكرين ستاندرد ديفيشن والفيرينس اللي اخذتوه مره عليه. هلا اذا هون هلا هون ميزه الكمبيوتينج باور اللي صار عندنا، ما كنا نحل اشياء ما كنا نقدر نحلها من 20 سنه. هاي مستحيل المساله كنا نحلها باليد، واصلا النيورال نتوركس ما لها قيمه ولا بقدر اعمل اي شيء فيها اذا ما عندي الكمبيوتينج باور اللي موجوده هون، موجوده في ابسط بي سي او ابسط لابتوب. اذا هلا هو برمج الهاي حط هون واضح انه الاكس 1 والاكس 2 هو حطهم كفكتورين مختلفين، بصير تحطهم كفكتور واحد او اري واحده او ماتريكس واحده 0001 1011 التارجتس 0110 واضح. هاي نفس الانيشال فاليوز. هلا انت لو بدك تعمل السوفت وير اعم من هذا، هو عمله هذا عشان يكون نفس الحاله اللي احنا عملناها، بس احنا شو المفروض نعمل هون؟ راندومايز. فبده يكون عندكم جزء من هذا، وراح احكي شوي عن الراندوم سامبلينج، لازم نفهم شوي عن الراندوم سامبلينج والمابينج، كيف بعمل مابينج وراندوم سامبلينج. وهذه الليرنينج ريت مش هيك الفا؟ فهي الفا الليرنينج ريت ولا نغيرها. طبعا هذه اتس جود براكتس من ناحيه البرمجه انه ايش نعمل دائما؟ نعمل ديكلاريشن حتى لو كونستانت بعمل له ديكلاريشن مظبوط. ليش اصح من يروح في كل مكان في اي او الفا وايش احط؟ عشان اذا غيرت هاي
بتتغير للكل مزبوط؟ ما تروح تحط A في كل مكان هون أو إشي زي هيك. أنا عارف إنها بديهية هاي في البرمجة بس لازم تضلك متذكرها. إحنا دائما أحسن نعمل declaration لكل constant نوضحه بشكل عام يكون واضح يكون explicitly. وحتى يفضل إيش يكون هون؟ كومنت. المفروض يحط كومنت على كل الهاي حتى هو نفسه إذا يطلع على الكود بعد 6 شهور يقدر يفهم. هون جيد مثلا شوف الكومنت هون جيد كيف محطوط بالكومنت نفسه الفانكشن السيجمويد فانكشن. اوكي هاي السيجمويد فانكشن الايبوك هذه هون الانيشال فاليو مش هيك الانيشال نمبر للايبوك. بعدين بدينا هون هلا وايل ابسولوت ايرور. هلا هون مثلا هاي كان الاحسن يكون فيه كومنت وانت اعطيته انيشال فاليو عشان اول مره يقدر يلاقي له فاليو. اوكي ماشي واضحه هاي الفكره. لازم يكون في عندي انيشال فاليوز احيانا لانه اول مره ما راح يلاقي له فاليو. لو هذه مش محطوطه ايش كان راح يعمل هون؟ راح اقول انا بعرف شو الايرور. انت بتقول لي اشتغل طالما الايرور اكثر من 0.001 مش عارف قديش الايرور ما راح يقدر يكمل. فلازم يكون في انيشال فاليو. اوكي اذا هلا جاهز. انا ما راح ادخل كثير بالتفاصيل انتم عملناهم هذول حسبنا دلتا. هاي دلتا مش هيك سمول دلتا وهاي سمول دلتا. سمول دلتا 5 سمول دلتا 3 سمول دلتا 4 بعدين وحسب الاوتبوت طلع الاوتبوت بعدين حسب. هلا هذه هون اتريشن مش ايبوك مش هيك ولا ايبوك هذا الفور لوب لكل انبوت فيه لوب. تمام لكل انبوت فيه فور لوب وحده. اوكي تمام. فانت ماخذ هون لاول وحده هذا راح يكون الانبوت الاول اللي هو مثلا 000 مع التارجت تبعه. الفور لوب الثاني الفور لوب الثاني اربعه فور لوبس. تمام اوكي اذا هذول اربعه فور لوبس حتى يخلصوا ايبوك واحد. ولذلك اي راح ينعمل له انكريمنت. وين تعمل الانكريمنت للايبوك؟ بالاخر هي اخر الكود عملنا انكريمنت للايبوك باي 1 عشان نعرف كم عدد الايبوكس اللي اخذتنا حتى نعمل التريننج. ماشي الواضح الكل فاهمين. نعمل الان رن. هل راح ياخذ وقت؟ واذا بتطلع هون اظن عم تعمل رن مزبوط ولا انا ما عملت له رن؟ المفروض انه عم بعمل رن. انا مش متاكد الصحيح. على اي حال بنستناها هلا بنشوف بنقدر نعمل اشياء ثانيه خلال الفتره هاي. التجارب بتظهر الايرور